واجبات الصلاة 8. نماز کے 8 واجبات ہیں. جميع التكبيرات عند تكبيرة الإحرام. جتنی بھی تکبیر ہیں وہ سب سارے کے تکبیر واجب ہیں سوائے تکبیرۃ الإحرام کے. تکبیرۃ الركوع مثلا. رکوع کے لیے اللہ اکبر کہنا. تکبیرۃ السجود. سجدے کے لیے اللہ اکبر کہنا. تکبیرۃ الرفع من السجود. یا سجدے سے سر اٹھانا اس کے لیے اللہ اکبر کہنا. نعم. قول سبحان ربی العظیم مرة واحدة في الركوع. سبحان ربی العظیم رکوع کے اندر ایک بار کہنا. وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد. سمع الله لمن حمده ككهنة إمام أو منفرد كليه. وقول ربنا ولك الحمد للإمام والمنفرد والمأموم للجميع. وسيد ريقسي ربنا ولك الحمد ككهنة تمام كليه. جاهي هو إمام هو يا منفرد هو يا في المقتدي هو. وقول سبحان ربي الأعلى مرة واحدة في السجود. وسيد ريقسي سبحان ربي الأعلى ككهنة سجدكي أندر يكبر. والتشهد الأول يعني قراءة التشهد الأول. يعني التشهد كبرهنا. والجلوس له والله اعلم. اور اس کے لیے بیٹھنا اس سے مراد تشہد اول ہے اور اللہ رب العالمین اس کو جانتا ہے.